من الذين ماتوا صغارا. وهناك علماء اخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من ابناء المسلمين ومن غير ابناء المسلمين هم في الجنه. ومن غير ابناء المسلمين هو لم يكلم بعد. لم يكلم. هذه رحمه الله سبحان الله. سبحان الله. يعني المفروض ان نفرح. يفرح الانسان كلما راى انسانا يهديه الله. يفرح الانسان كلما راى انسانا يرق قلبه لذكر الله. افرح عندما ارى امراه غطت نفسها بعد ان كانت عاريه. افرح اذا رايت انسانا كلا يصلي وبدا في الصلاه. افرح اذا كان انسان رايته يتعاطى الخمر ثم تاب الى الله عز وجل. افرح اذا رايت انسان يعني والعياذ بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب الى الله. فنفرح اذا راينا قضيضا في الجنه وعلى ابوابها. بارك الله فيكم. اذا مع صفات عباد الرحمن من خلال القران الكريم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريق 94.4 FM، مرحبا بحضراتكم مجددا. ومع ان نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. و يكفينا المقدمة إلى صفات عباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان في آخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا. نعم. اللي هم أهل الإيه؟ التواضع. نعم. طبعا. يعني إذن في المقابل من تكبر ليس من عباد الرحمن. لا ده مش ليس من عباد الرحمن وبس. ده لا يدخل الجنة. المتكبر؟ المتكبر. لا يدخلها متكبر. قانون. لا يدخلها متكبر. ما هو المتكبر أو الكبر؟ الكبر هو يعني بطر الحق وغمط الناس. يعني استقلال قيمة الناس أمامه. إذا نصحه آخر إن كانت النصيحة على هواه قد فقبلها. على غير هواه اما ان تاخذه العزه بالاسم واما ان يتملص من النصيحه واما ان كما يقول علماء النفس يعمل عليك اسقاط، يعني ياتي بمصائبه وعيوبه ليضعها عليك انت، ليعلق مصائبه على اخرين. يعني سبحان الله العظيم يقول انا الذي سويت، انا الذي صنعت، انا الذي عملت، انا سبحان الله العظيم. يظن انه هو العلامه الوحيد في المجلس، هو العلامه الوحيد على الشاشه، هو العلامه الوحيد في الفقه، هو العلامه الوحيد في الطب. هذا كبر يا اخي. ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني اسرائيل فبكى الحاضرون جميعا، فساله احد الحاضرين هل في الارض من هو اعلم منك يا كريم الله؟ قال لا. سبحان الله. هي إجابة طبيعية. طبيعية ليه؟ نبي ورسول وكريم، يعني هو من الواجب هو أعلم أهل الأرض في زمانه، أمر طبيعي. نعم. ولكنه استرجع لأنه تربية خاصة. قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك. أين هو دلني عليه؟ قال هناك عند مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وأخذ الحوت معه. المهم فلما دخل على الخضر، ودي برضه وقفة مهمة جدا على قضية أن أتكبر بالعلم مصيبة. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أنا سوف أذكر البداية فقط لطلب سلوك التلميذ أو المريد ليتعلم، ثم آتي لآخر القصة، لأن القصة معروفة عند الناس كلها يعني وليس هذا مكانها. سوف آتي لآخر القصة ليعلمنا الخضر ما هي قيمة تواضع المعلم. تمام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت يعني أنت تعلمني رشدا أم مما علمت رشدا؟ هذه وتلك كلاهما كلاهما. أن تعلمني رشدا مما علمت. ها. ها؟ أو أن لما أتعلم منك أصير أرشد أكثر إرشادا أو رشدا من قبل. من قبل. وكلاهما خير. سليم. هل أتبعك؟ وهذا أدب. هل أتبعك؟ هل أتبعك؟ لا بد من الاتباع. الاتباع خير من الاتباع. لم يقل أجلس معك أو أصاحبك. لا تعالى أنا فرغت وقتي، أنا ليس عندي أنا فاضي دلوقتي. لا هات ما عندك، قل ما عندك. هل أتبعك على أن تعلم؟ كانت المفاجأة. قال انك لن تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما هو يعلمه؟ يعرف ان هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله ونبيه. لا 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 ل
قال إنك لن تستطيع معي صبر، وعللها وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، كيف تصبر على شيء أنت لا تدرك معناه ولا مراميه ولا أهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. أظن يعني منتهى الاستسلام سليم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، رح نجده قتل الغلام فاعترض. قال ألم أقل لك إنك لن بدأت اللهجة تحتد، بدأت اللهجة تحتد يعني اشتداد. أنا أول مرة أنا ألم أقل إنك لن تستطيع، أول مرة قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ثاني مرة ألم أقل لك لك، جه في المرة الثالثة قال أنت خلاص أنت مفصول، هذا فراق بيني خلاص سأنبئكم. إيه في الآخر خالص في آخر القصة قال إيه؟ وما فعلته عن أمري. طبعا تظن أن هذا العلم أننا خرقت السفينة ولم تغرق وقتلت الغلام كي يبدلهما رب العباد خيرا منه زكاة أقرب رحمة، وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحته لليتيمين اللي كان أبوهم صلى، هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه ومن ال يقول لك أنا 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 عندي عقل ذكي أنا مش عارف أنا من عندياتي سبحان الله. لا سبحان الله. وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري سبحان الله. حتى سيدنا سليمان في أدبه فلما رآه مستقرا عنده هو الأول قال قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك كثير وإني عليه لخير أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، كثير من المفسرين يرون أنه سليمان نفسه هو نفسه قال يعني التراسل الموجود بين الضمائر والضمائر السرد المتكلم يجوز؟ يجوز وكل قاعدة لها استثناء. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يعني حوارها فزور إيه وخلاص بقى أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجيبه لك، ممكن يكون هذا في إضمار معنى هكذا يضمر معنى هكذا سبحان الله. فلما رأى مستقرا عنده لم يقل هذا من ضمن الملك الذي أتيته، هذا من ضمن السيطرة، لا داعي أن أنا خلاص، لكن أنا من ضمن السيطرة. شوف خرج عندي مريد من المريدين جاب العرش في أقل من طرف العين. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. هذا هو منطق الأمور. فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين يعني من جر ذيله خيلاء جر ذيله في النار يوم القيامة. نفس القضية لأنه كبر. الكبر ألا أقبل نصيحة الغير. مثلا زوج شديد مع زوجته ننصح يا أخي اتق الله يا أخي لا أقبل نصيحة الغير. زوجة نفس القضية، جار عامل موظف رئيس المؤسسة يا أخي اتق الله لا أقبل نصيحة الغير. يعني ربما لا توافق عقله وهواه. يا اخي ان عز اخوك فهن، قال العرب هكذا، يعني اخوك شديد شويه خف انت شويه، ما لا بد ان نلتقي، انت لك عقل ولي عقل تمام. ففي مساله ليس لها ميزان واضح، لا بد ان اقترب منك خطوه وتقترب انت مني خطوه، لكن ان اقف انا في مكاني واطالبك انت ان تاتي هل صعب. يعني ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فصرح سيدنا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يا عاج وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض سبحان الله. فالقضيه ان يعني لن تكون لينا حتى يعني نفتح باب. والشخصيه والبرستيج والمنتاليتي معذره في هذه المصطلحات، هذا من تلبيس ابليس، هذا من تلبيس ابليس والكرامه والعزه. انا عندما وحمى كليب لا حمى كليب هذا يعني ودى العرب في 60 سلامه على 60 داهيه، راح العرب ده وقتل الاف وثلاثه الاف قتلوا في بين العرب وبعضهم، وما النتيجه الا ان نذكر ثاراتهم سبحان الله بهذا المنطق. لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالاسلام خلاص، يعني عندما يعني يلينني الناس الين، عندما ارى مجموعه من الناس لها مقامها ولها مكانتها، لكن اتكبر واقف مكاني ولا ابدا. وسبحان الله في ناس قبل ان تموت توصي لا تذهب الى عمك، لا تزور خالك، لا تجعله يحضر غسلي، لا تجعله يحضر جنازتي، لا لماذا كذا كل هذا؟ سبحان الله. بالمناسبه يجب تنفيذ هذه الوصيه، لا هذه وصيه جائره
لا يدري. لا لا لا. وبعدين الحسن البصري